السبب الرئيسي للفرج عن المعتقلين اللي تم اعتقالهم وتم ضربهم وسحلهم وتم في سجون المجلس العسكري في سجن طرح حاليا وفي سجون المجلس العسكري. الزملاء دول ما عملوش اي حاجه اللي هم قالوا كلمه حق وقالوا يسقط حكم العسكر، كل ذنبهم ان هم قالوا يسقط حكم العسكر. تم ضربهم وتعذيبهم وسجنهم واعتقالهم وشباب زي الورد بالفرج عن كافه المعتقلين في السجون منذ الثوره حتى الان، لان شباب الثوره بعد الثوره حملت شعارات الحريه والديمقراطيه، ورغم ذلك الشباب موجودين باعداد كبيره في السجون وتم اعتقالهم، وشيء ده شيء ضد الديمقراطيه وده تكريس للاستبداد نظام مبارك واستمرار نفس السياسات. طلب مجلس الشعب اتخاذ قرارات سياسيه حاسمه تجاه هذه القضايا وكافه القضايا وعدم الاكتفاء بالتصريحات الاعلاميه والكلام فقط، لازم اتخاذ مواقف على الارض حتى يثبت انه ممثل حي للشعب وليس قافز على السلطه وقافز على الثوره. احنا النهارده نازلين بنطالب بفك الاسره العباسيه والاسره بصفه عامه، احنا بنقول عليهم ان هم اسره لان احنا شايفين ان المجلس العسكري واخدهم كراهين ليهم، احنا مش شايفين ان هم مصريين واخدين مصريين، دي وجهه نظرنا. سبب الوقف النهارده فك المعتقلين بصفه عامه مش معتقلين العباسيه بس عشان يبقى الامر واضح للاعلام، ده اول سبب. احنا النهارده واقفين هنا وهنطلع بمسيره لمجلس الشعب نطالب بتدخل مجلس الشعب للافراج عن المعتقلين. انا مش شايف ان احنا نوجه جهودنا الدوليه عشان افك الاسر الفلسطينيين بره واحنا عندنا معتقلين هنا ومعتقلين بالظلم والمعامله السيئه اللي بيعملها المجلس العسكري والشرطه العسكريه للمتظاهرين العزل السلميين. هي دي الاسباب وان شاء الله احنا مصرين عليها وان شاء الله ربنا يفك اسرنا. المشير زي المخلوق.